بصمة نيلسون مانديلا دائما مصدر الهام، خاصة بظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب بلبنان. هاليوم راح نطوي على مبادرتين قام فيها مكتب اليو ان دي سي بالتعامل مع ادارة السجون في قوى الامن الداخلي، وسمحت نصيب هدفين بسهم واحد، بسهم العدالة. إعادة تأهيل عبر تدريب المهنة للسجناء ومساندة إدارة السجون لتأمين الخدمات الحيوية. ظل الأزمة العالمية للقمح صار بهالايام تأمين رغيف الخبز للسجناء خطوه نحو العداله 30% من الحاجات اليوميه للخبز عم تتصنع من قبل السجناء في سجن رومي مين كان يفكر انه صيانه السيارات المختصه لنقل السجناء للمحاكم من خلال التدريب المهني وتامين مردود مالي للسجناء هي كمان خطوه نحو العداله هالنشاط عطى السجين دور فعال نحو العداله وكرس مبدا الكرامه بمساهمته إيدي بايد مع اللي بيشتغلوا بالسجن لصالح السجناء الباقيين تبقى قواعد نيلسون مانديلا مرجع اساسي لإدارة السجون والعاملين فيها تعزيز احترام كرامة الإنسان وين ما كان وخاصة وراء القضبان